الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فتلبية لطلب كثير من إخواننا نذكر ما يسر الله في خبر أو ما دار أو ما حصل في سفرنا إلى إندونيسيا. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك العمل الصالح ابتغاء وجهه، وأن يجعل فيه البركة والخير. وأقول عملا صالحا هو كذلك لما رأينا من الخير ولما حصل من الدعوة إلى الله عز وجل، وما حصل من دروس ومحاورات كثيرة في وقت يسير. أيها الإخوة، كان السفر إلى إندونيسيا بعد استخارة الله عز وجل المتكررة، وكان الوعد لهم حين دخلت للعمرة في شهر 5 من هذا العام 38,400,000، وعلى أن تكون الزيارة بعد رمضان، ولكن كان الوعد لهم من ذلك الآن. وكان السفر من جدة إلى جاكرتا عاصمة إندونيسيا في 23 من شوال، ومدة الرحلة 9.5 ساعات في الطائرة بدون توقف. وهي مسافة طويلة قطعنا فيها أراضي السعودية، ثم لا أدري أدخلنا في عمان أم دخلنا في الأراضي اليمنية، ثم البحر العربي حتى انتهينا منه، ثم المحيط الهندي أخذنا فيه عدة ساعات حتى وصلنا إلى إندونيسيا. وكما أن الرحلة 9.5 ساعات، فإندونيسيا المسافة من شرقها إلى غربها 9.5 ساعات بالطائرة، وهذا يدلك على اتساع أرجائها، فهي كما يقولون أوسع دولة إسلامية من حيث المساحة، وأكثر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، فهم يزيدون على 250 مليونا. وكان في استقبالنا، وكنت بانفرادي، كان باستقبالي لأن المشايخ تقدموا وتأخرت في المعاملة لأنني وصلت إلى السعودية ولم تنتهي عطلة العيد، ودخلت علينا عطلة الأسبوع. كان المطلوب أن أصل في 18 من شوال، فما وصلت إلا في 23. فبعد العطل بدأنا بالمعاملة في السفارة الإندونيسية على يعني لعدة أيام حتى خرجت التأشيرة. فلهذا ما وصلت إلا وقد بدأت الدورة، فأنا كنت لاحقا بهم، فلهذا كنت في السفر بانفرادي. وكان في استقبالي في جاكرتا الأخ بالقرنين،
وهو كبير إخواننا السلفيين هناك الذي يقوم بالدعوة ويشرف على المراكز ويستقبل الدعاء، وحوله إخوة فضلاء قائمون معه في الدعوة إلى الله عز وجل. أحدهم كان معه في الاستقبال وهو علي باسوقي، وهناك إخوة آخرون كالأخ مسلمين في مدينة مانشستر، وإخوة آخرون في كل مدينة فيها إخوة فضلاء، ولكن الأخ بالقرنين هو يعني الذي له الإشراف المباشر على الدعوة إلى الله في جميع المناطق، وهو من طلاب شيخنا مقبل عليه رحمة الله. ثم يسر الله له الالتحاق بالشيخ الفوزان فعمل عنده سائقا، فرزقه الله مرافقة الشيخ الفوزان في جميع دخوله وخروجه. فإذا كان الطالب يرافق الشيخ في الدرس فقط، فهذا رافقه في الدرس والمنزل والطريق، وسمع الفتاوى الهاتفية والفتاوى التي في المجالس، واستقى من أخلاقه وأعماله وغير ذلك، فجزاه الله خيرا. وبعد أن وصلنا إلى جاكرتا كان الانتظار عدة ساعات حتى ركبنا في طائرة أخرى إلى المدينة التي فيها الدورة وهي مانشستر، ومشينا في الطائرة ساعتين إلى تلك إلى مدينة مانشستر. نعم، كانت مدة الدورة الأيام البقية وهي لعلها 5 أيام أو نحوها، وبعد الدورة كان هناك زيارة لبعض المدن، والمدن التي زرناها جاكرتا ومانشستر ومالينو وبنكومة وسولو. وكانت الإقامة في مانشستر أطول لكون الدورة أقيمت فيها. كان عنوان الدورة بلدي جنتي، بمعنى كيف أحافظ على بلدي، وكان العنوان متلائما مع مفهوم الناس أكثر من تلاؤمه مع المصطلحات اللغوية لقصد إفهام الناس. ومن جملة المقصد في أن يكون عنوان الدورة هكذا إشعار الراعي والرعية أن دعوة أهل السنة تهتم بإصلاح البلاد، ليست دعوة إرهابية وليست دعوة للتهجيرات والاغتيالات وغير ذلك، بل هي دعوة تحافظ على مصالح المسلمين الراعي والرعية. نعم، كان الذي كلفت به في الدورة تدريس كتاب الفتن من صحيح البخاري، ولا يخفى أهمية هذا الباب، هذا الكتاب العظيم، أولا صحيح البخاري، وثانيا كتاب الفتن من صحيح البخاري. ويظهر من خلال اختيار هذا الكتاب التصاقه بمعنى عنوان الدورة الذي هو يعني بلد جنتي، بمعنى أحافظ على بلدي. من ماذا؟ من كل ضرر من جملتها الفتن. وتم تدريس 17 بابا، وهي باب ما جاء في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الثاني باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها، الثالث باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلاك أمتي على يدي أغيرمة سفهاء، الرابع باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، الباب الخامس باب ظهور الفتن، السادس باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه،
السابع باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. الثامن باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. التاسع باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون فتنة القاعد فيها خير من القائل. العاشر باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما. الحادي عشر باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. الثاني عشر من باب من كره أن يكثر سواد الفتن وسواد الفتن والظلم. الثالث عشر إذا بقي في حثالة من الناس. الرابع عشر باب التعرض في الفتنة. الخامس عشر باب التعوذ من الفتن. السادس عشر باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفتنة من قبل المشرق. السابع عشر باب الفتنة التي تموج كموج البحر. هذا الذي قدرت عليه لأنني وصلت متأخرا وكان في اليوم أكثر من درس ولا يقل وقت الدرس عن ساعة، هذا أقل درس، وكان بغير ترجمة لأن الطلبة الذين بين يدي كانوا هم الدعاة إلى الله الذين أقيمت لهم الدورة، هم الدعاة إلى الله الذين جاءوا من أرجاء إندونيسيا وهم طلبة علم، إما أنهم تلقوا العلم في مراكز أهل السنة في اليمن أو أنهم متخرجون من الجامعة الإسلامية، وقل أن تجد أحدا متخرجا من غير هذين الموضعين، بعضهم وهو نادر من جامعة الأمور الإمام محمد بن الشيخ الإسلامية، لكن الأصل هو هذا. نعم، كان بالإمكان أن أقرأ الحديث سردا مع تعليقات طفيفة، لكن الفائدة لا تأتي على الوجه المطلوب، فهناك أحاديث وجمل لا بد من التوسع في شرحها، والمقصود هو الفائدة، لأن الطالب يستطيع أن يقرأ كتاب الفتن وحده، وليست القضية مجرد أننا حضرنا وقرأنا كتاب الفتن، لا بد من إفادة طلبة العلم، ويعني إما بأشياء من فتح الباري نقرأها، وإما بما يسره الله عز وجل أن نذكره في شرح الحديث. نعم، كان هناك محاضرات في أثناء الدورة في بعض مساجد محافظة ماكسر والتي تبعد عن موضع الدورة قدر ساعة تزيد أو تنقص، يعني موضع المحاضرات كان قريبا، فيقال لي عندك درس بعد العصر ثم بعده نمشي للمحاضرة، فننتهي من الدرس ثم نمشي. أحيانا يكون الدرس بعد الفجر والساعة العاشرة والنصف الضحى إلى الظهر، وبعد العصر درس آخر ثم المحاضرة، وأحيانا يكون الدرس في الضحى وفي العصر فقط، والأوقات الأخرى يكون الدرس فيها للشيخ حسين الله عباسي أو عبد الهادي العميري أو محمد بن موسى، فكانوا شركاء في الدورة، ولهذا حصل فائدة كبيرة بحضور هؤلاء المشايخ، فقد كان النفع كثيرا والحمد لله. نعم، والمحاضرات كنت أنزلها أولا بأول في الإنترنت، كنت أرسلها إلى أخينا أبي المعالي جزاه الله خيرا، ثم استصعب عليه في الأيام الأخيرة فأرسلناها في آخر الوقت. المهم، المحاضرات أتكلم قليلا باللغة العربية ثم يترجم أحد الإخوة الأندونيسيين للغة الأندونيسية. نعم، وهذا يعني ماذا فيه فائدة من حيث أن المحاضر ما يجد تعبا، وأيضا يستحضر المعلومات شيئا فشيئا. نعم،
بعد انتهاء الدورة كانت المحاضرة الكبيرة الجامعة للمشايخ أجمعين في المركز الإسلامي في مكة الصرف. كانت المحاضرة للشيخ وصي الله عباسي، ثم للشيخ موسى، ثم لي، ثم للشيخ عبد الهادي العميلي. وبدأت المحاضرات من الساعة 9:30 صباحا تقريبا إلى المغرب. فحضر قبل الظهر الشيخ وصي الله عباسي، وزاد قليلا بعد الظهر، ثم حضر الشيخ موسى وحضرت إلى العصر، ثم عبد الهادي العميري بعد ذلك. نعم، كان الانتقال بعد الدورة إلى مدينة مالينو ثم إلى بولوكومبا، وكان لنا محاضرتان. وتشعر في المحاضرات بنفس النفس السلفي الذي نجده عندما نحاضر في مساجد أهل السنة في اليمن، من جموع الناس واحتشادهم. بعض المساجد إن لم تكن كلها فيها قسم للنساء، في استقبال الناس، في حضورهم، في تبديعهم، وتخرج وترى انشراح وجوه الناس وراحتهم وفرحهم لما سمعوا. نعم، فهم في بعد، في أمس الحاجة إلى أن يسمعوا الدعوة السلفية، هم في أمس الحاجة إلى أن يسمعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالنسبة للمركز الإسلامي الذي ذكرنا المحاضرة فيه، هو مركز واسع، كان الحضور فيه نحو 20,000، وحضر فيه بعض المسؤولين، وشارك بك أحدهم بكلمة قبل المحاضرة، ورحبوا بنا أجمل الترحيب، وبيننا وبينهم مترجم، لا يفهموننا ولا نفهمهم، لكن بيننا وبينهم مترجم. جلسنا على انفراد بعض الوقت حتى جاء حضر وقت المحاضرة، وشاركوا نعم، كانت المشاركة في محاضرة أخرى سأذكرها إن شاء الله. المهم في المركز الإسلامي كان الحضور نحو 20,000، وفيه جملة كبيرة من النساء. المسجد من أطرافه ربما 10 متر من الجهات الثلاث باستثناء القبلة، هذا كله نساء، إضافة إلى المسجد مكون من دورين ثم الساحات المجاورة، فكان الحضور فيه كثيرا جدا بحمد الله. نعم، وكان من جملة المحاضرات فيما تسر محاضرة لطالبات العلم في أحد المراكز. طلبوا مني أن أذهب بعد صلاة العشاء أن ألقي محاضرة لطالبات العلم، وهن في مدرسة وبيني وبينهم فاصل خشبي ليس إلى السقف لكن مفتوح من أعلى، وأنا والمترجم والميكروفون عندنا. فما هو إلا أن بدأت المحاضرة فأعجبني منهن الإنصات والأدب، ده خلف الأبلكاش أكثر من 200 امرأة، ما الطالبات 200 والبقية من العاميات، ما كأن خلف الجدار أحد، ما أسمع ولا حركة واحدة، مع أنه لا يخفى شأن النساء كلامهم، لكن أدب يعني مؤدبات. وبحمد الله قدرنا أن يوجدنا ماذا؟ الأخلاق السلفية والأعمال السلفية، فالبلد منتشر فيه التبرج بشكل عجيب، وهؤلاء سلفيات محجبات الحجاب الإسلامي، لا تبدو قدماها ولا يداها ولا عيناها،
حجاب كامل وتمشي في الشارع بكامل حجابها. وكان من قديم تستغرب المرأة إذا كانت لابسة الحجاب الشرعي، ولكن كثرنا عليهم، كثرنا حتى أصبح مألوفا لديهم أن يروا المحجبات في يمشين في الشارع بكامل حجابهن. وكنت في أحد المساجد كانت المؤخرة مفتوحة زجاج، فالنساء يحضرن إلى المحاضرة وأرى الحجاب السلفي الكامل وهن يمشين إلى حضور المحاضرة. نعم، وهذه قضية طالبات العلم في المراكز، هذه طريقة أضافوها غير ما عندنا هنا. نحن عندنا السفر الداخلي طلاب علم فقط، موجود عند إخواننا هناك طلاب علم سفر داخلي وطالبات علم لهن مبنى مستقل بعيد عن مبنى طلاب العلم، وأتينا من أطراف إندونيسيا وساكنات ولهن الإعاشة والنفقة والطباخات والمعلمات وكل شيء، مركز مستقل للبنات. فهذا المركز فيه 100 طالبة، مركز آخر في سولو فيه 400 طالبة، فيه 400 طالبة ودعوة سلفية، وعند يعني المركز فيه 400 طالب و400 طالبة، سكن داخلي ومكتبة ومطبخ. وترى طلبة العلم مثل ما تراهم في المراكز ثيابهم مغسلة ومعلقة، وهذا المكان لازم المساحة تابعة للمركز واشتريناها، وهذه ورق وهذه كذا، نفس طريقة المراكز السلفية لأنهم تربوا في المراكز فنقلوها كما عرفوها بحمد الله تعالى. نعم، ومن جملة أنشطتهم أن لديهم إذاعات سلفية في عدة مدن، فبعض الإذاعات تبث على بعد 50 كيلو من جميع الجهات، وبعضها إلى 100 كيلو، وبعضها إلى 150 كيلو. ترى الناس بالسيارات يعني يشغلون الإذاعات، وسيارات إخواننا السلفيين كلها إن لم يكن على الأقل نقول أغلبها عندهم في مؤخرة السيارة لائحة كاملة إعلان عن الإذاعة والذمذمة التي تستقبل بها الإذاعة كتعاون في نشر الـ يعني ينشر للناس كيف يستقبلون الإذاعة. وتقام في الإذاعة دروس سلفية، هذا علي شرح رياض الصالحين، هذا درس في العقيدة، هذا في التوحيد، هذا في اللغة، هذا كذا هذا كذا. وأيضا من جملتها القرآن الكريم وغيره، إذاعة على أحسن ما يرام. وكان لنا من جملة ذلك لقاء في أحد الإذاعات، فيما أذكر أنها في ماكستر، في اللقاء في الإذاعة في شرح آية ثم إجابة على بعض الأسئلة. نعم، هذا نشاط كبير. يمكن استقبال الإذاعة بالإنترنت ولو على بعد يعني أكثر 300 كيلو، 400 كيلو، 500 كيلو، تستقبل بالإنترنت ولو من أماكن بعيدة. فالمهم هذا نشاط يشكرون عليه، نشاط كبير يشكرون عليه، إلى جانب المراكز التي لديهم والدروس التي لديهم. وقد أوجدوا دعوة سلفية، قد أوجدوا دعوة سلفية في بلد خيم عليه التصوف من قرون. نعم، خيم عليه التصوف من قرون، وأظلهم محمد علوي مالكي الذي كان في مكة وهلك قبل سنوات، لعله قبل نحو 10 سنوات.
خلفهم بعده الجفري وابن حفير ينشرون فيهم الضلال والبدع. هذه قارورة ماء يقطر لهم، يفعل مثل عملية الفحص دم، يقطر لهم قطرة دم إلى داخله، ورجها وباعها بما يعادل 300 ريال سعودي. ايش قال هذا؟ الآن هذه فيها دم ابن النبي، أنا ابن النبي، هذا فيها دم ابن النبي، ما تدخل النار، دم النبي ما يدخل النار. وبعدها رجل يفعل المعاصي فراعده، عنده دم ابن النبي، ما عجبني، فجرأ الناس على معصية الله. وآخر أحد المسلمين هنا في إندونيسيا يقول الحجاب فرض على العرب لأن عندهم غبار، نحن ما عندنا غبار. سبحان الله من هذا الكلام التافه. فلماذا أهل الجزيرة ما حجبوا الرجال على شان الغبار؟ يحجبوا الرجال أيضا، لأن العلة ما هي في النساء فقط، إذا كان من أجل الغبار. فهكذا بارك الله فيكم، يعني أضلوا المسلمين ونشروا فيهم العقائد الباطلة، فالتصوف والعكوف على القبور والدعاء بيد الله وغير ذلك موجود. وهؤلاء الإخوان السلفيين أوجدوا دعوة سلفية بعقيدة صحيحة، ونشروا من الخير ما نشروا، وبحمد الله جل وعلا السنة ظاهرة طاهرة معروفة لدى الدولة ولدى المواطنين، يعرفون أن هذه دعوة سلفية. والله يهدي من يشاء من خلقه، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فلن تملك له من الله شيئا. نعم، لقد ألقينا الدروس والمحاضرات طول الرحلة على طريقتنا في دور الحديث في اليمن، بدون تحفظ في الكلام على الحزبية والجمعيات أو رد شبهات الحزبيين من الإخوة أو استنكار أو انتعار، بل نجد الراحة والسرور والفرح الذي نجده من طلبة العلم السلفيين. وهذا الذي لمسناه في المجالس الخاصة والعامة. نعم، قبل أن أذهب ألقى إلي بعض من نحب من إخواننا ممن يمارون على الدعوة بعض الأمور يتوجسون، يعني يسمعون بعض الخلافات وبعض من يطعن فيهم. فكان الكلام إلى الغور، يعني نتكلم بكل ما نريد، أنتظر من سيغضب، من سيقول كذا، من سيلغي الشارع، ما نرى إلا الفرح والسرور. تأتي الأسئلة عن يعني بعض المسائل التي تدلك على أن السائل غيور على السنة، محب للسنة، محافظ عليها، والحمد لله، نسأل الله الإعانة. المقصود بارك الله فيكم، كنا انتقلنا بعد ذلك إلى جاكرتا مرة أخرى لننتقل إلى سولو ومنطقة أخرى لا أذكر اسمها. المهم كان هناك محاضرة كبيرة وهي لي بانفرادي، لأن المشايخ قد انصرفوا وأنا تأخرت بالوصول فتأخرت بالرجوع. وكان من المحاضرات محاضرة وهي في قضية كيف يعني ماذا قواعد في إيجاد الأمن في البلاد، وربطنا قضية بالكتاب والسنة ربا وثيقا وبالدعوة السلفية، وهي التي حضر فيها بعض المسؤولين وكان الحضور فيها نحو 2000 أو يزيدون. وألقى أحدهم كلمة، وكان مدة المحاضرة تقريبا من الساعة 10 ضحى إلى الساعة 2 بعد الظهر. نعم، والحمد لله كانت محاضرة نافعة واسعة
ناقشنا فيها الأمور مناقشة جيدة وتكلمنا، لأن كثير من الناس يظن أن الكلام على الإرهاب والأمن في البلاد، أن أهل السنة يريدون الأمن في البلاد، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن العالم والفاسق والشارب الخمر والعاهرة يمشون أصحاب وأحباب. لا، ما هو هذا، ما هو هذا، ولا هو المقصود. نعم، المراد بارك الله فيكم أن أهل السنة يريدون أن يكون من يوجد ضررا في البلاد دليلا حقيرا، فالعاصي يقام عليه الحد، والقاتل يقتل، والسارق تقطع يده، ونحو ذلك. هذا هو الأمن، هذا هو الأمن. وبينا أن السارق إرهابي ما يشعر ثلما ولا تقبل، والزاني إرهابي أرهب الأسر وأرعبهم، اللوطي إرهابي، وهكذا. فيجهل كثير من الناس معنى الإرهاب، والذي يعني يفهمه أنه مجرد أن الإرهاب هو التفجيرات فقط. هذا إرهاب، نعم، لكن بارك الله فيكم العالم له شرفه وله كرامته وله عزته، والعاصي يعرف منزلته ويعرف مكانته. نعم، فعلى كل حال كانت المحاضرات بحمد الله جل وعلا نافعة، ويعني بعضها يتعلق بهذا العنوان الذي هو متعلق بالدورة، والبقية محاضرات في تربية الأولاد وفي عزة الإسلام وعظمته ونحو ذلك، وهي منزلة كلها على الشبكة لمن أحب أن يستفيد منها. نعم، على كل حال بارك الله فيكم، إخواننا هناك أهل السنة هم طلبة علم، حالهم كحالنا، وقد تكلفوا جزاهم الله خيرا في إكرامنا غاية الإكرام، وأخرجنا من كرمهم وطيب نفوسهم والتفاني فيما من شأنه أن يريحنا، وبذلوا الجهد في ذلك، فليسوا أغنياء ولا أثرياء، هم طلبة علم، ومراكزهم كمراكزنا، ويعني نفقاتها على أهل الخير، ولكنهم محتاجون لمن ينعش الدعوة، ومحتاجون لمن ينشر الخير ومن ينشر السنة. وقدروا بجهودهم الفردية وتعاضدهم وتعاضدهم فيما بينهم وتأخيهم فيما بينهم، قدروا أن ينشروا السنة وأن يوجدوا المراكز السلفية الرجالية والنسائية. لم أرى مبررا لمن يطعن فيهم. نعم، وقد أمعنت النظر وركزت غاية التركيز أن أجد مبررا لأولئك الذين يطعنون فيهم، فلم أرى مبررا لذلك. ما رأيت إلا إخوة سلفيين لهم دعوة طيبة وخير منتشر، والحمد لله وجد طلبة العلم وطالبات العلم بقلب جهودهم. معلوم أن الكتاب والسنة باللغة العربية، وهم قد تعلموا من اللغة العربية بقدر ما تعلموا، وبقي أشياء يحتاجون إلى أن تبين لهم وتشرح لهم أشياء كثيرة، فما قدروا عليه قد بذلوا، ما قدروا عليه فقد بذلوا. أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد. فهم بحمد الله قائمون بالدعوة إلى الله عز وجل،
ومجتهدون في ذلك غاية الاجتهاد ومتحركون في الدعوة إلى الله عز وجل بقدر ما أعطاهم الله من قدرات مالية وبدنية وعلمية فيشكرون على ذلك. وكان من جملة الرحلة التنزه في بعض الأماكن، وهذا من فضل الله عز وجل، والتفكر في مخلوقات الله عز وجل وبلده غاية الجمال. المهم من عجيب ما يحكى أن هناك طائفة في أظن في سولم، هذه الطائفة يصلون في المساجد، معهم مساجد ويصلون مسلمون من جملة المسلمين في التعداد السكاني، عندهم جاموسة يعظمونها هي وبناتها وحفيداتها. البقرة الثانية ما يعظمونهم، والجواميس الثانية ما يعظمونهم، هذه البقرة فقط. ولم أدري ما السبب في تعظيمها، حتى أن من بناتها وعجالها الذي يموت يفعلون له قبرا ويصلون إلى ذلك القبر يدعونه ويتوسلون عنده وغير ذلك. ترى الواحد يمسك البقرة ويضع خده على خدها ويقبلها. نعم، أراني رجل صورا أعجبت، والبقرة ما تدري ما يفعل بها، والحلي على رقبتها ويتسابقون على رفعها وبولها. نعم، يعظمونها ويصلون في المساجد، يعني يصلون في المساجد، معهم مساجد خاصة لهم. أعجب من ذلك أن المقدم فيهم متخرج من جامعة أم القرآن، هذا المقدم فيهم طالب علم، ومع ذلك يعظمون هذا البقر. الله أعلم هل هم من أصول هندية، لكن لا التفات عندهم إلى بقية الأبقار والجواميس، لا التفات عندهم إلى بقية الأبقار والجواميس، إنما هذه خاصة بهذه الجاموسة وبأولادها ذكورا وإناثا وأحفادها. نعم، ولا تزال البقرة على قيد الحياة، الجاموسة لا تزال على قيد الحياة. الآن بارك الله فيك سلالة، تنظر سلالة ما هي سهلة. نعم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما يفعل الجهل بأهله. هذا ما استحضره من رحلتنا، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأتمنى حتى لا يمل الذي يسمع المحاضرة التي أقيت هناك، لو يفصل تبقى منزلة على ما هي عربي وإنجليزي، لو يفصل الكلام العربي بانفراده، لو يفصل الكلام العربي بانفراده وينسق بحذف الكلام الترجمة الإنجليزية، فيكون أسهل للإخوة الذين يسمعون وهم باللغة العربية، ويبقى الترجمة وحدها، يعني يكون المحاضرة منزلة مرتين، مرة العربي فقط والتنزيل الآخر والتنزيل الأول الذي هو مع الترجمة الإنجليزية. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.